تكلمنا فيما سبق أنه زي ما ذكر معالي المستشار تركي آل الشيخ أنه طلب من الأستاذ سالم الهندي بأن يكون في يعني حفلات في الثمامة بخصوص الجو الجميل اللي بنعيشه الآن في الرياض، أتوقع حيسموه ربيع الثمامة ليش لا. عموما خلونا ناخذ معانا عبر الهاتف الأستاذ سالم الهندي. أهلا بك أستاذ سالم. اهلا فيكم، مساكم الله بالخير. اهلا بك، يعني احنا بالفعل مبسوطين بهذه المداخله وحابين ندي للناس يعني احنا كسيدتي خبر اكسكلوسيف، يعني يمكن انت الان اول مره تصرح ايش هي التفاصيل بما يخص حفلات الثمامة. هذا اذا وافق يصرح لنا كمان. اكيد طبعا. طبعا من بعد اذنك نحتاج استاذ سالم. اول شيء مساك الله بالخير. مساك الله بالنور. هلا وسهلا، شرفتنا، الله يعافيك، شرفتنا ونورتنا اليوم، وكثير سعيدين بمداخلتك. يطول عمرك. هذا بيتنا، هذا بيتنا. يطول عمرك استاذ سالم. استاذ سالم قبل الله يسلمك، بس هو المعالي طلب ان احنا نرتب جدول. نعم. بحفلات الثمامة، كون الجو يعني حلو هالايام هذه بالذات. نعم. صحيح. فاحنا الحين بصدد اعداد جدول. ان شاء الله راح نغدى المعالي يعني اليوم بكره بالكثير، فبجرد ما تتم الموافقه على هذا الجدول راح ان شاء الله نعلن الجدول للاسبوع. بس ان شاء الله يعني حيكون في غريب العاجل يعني، بس احنا لسه بصدد اعداد الجدول يعني. باذن الله. يعني انتم قدها يعني ما شاء الله في اتخاذ القرار بسرعه وتنظيم الحفلات ما شاء الله استاذ سالم، ولكن مين الاسماء اللي حتكون مطروحه؟ من المتوقع لا شك. إيه لا شك يعني اكيد الاسماء اللي عليها طلب من الجماهير. يعني احنا دائما يعني نحاول نجس النبض عن طريق السوشيال ميديا وعن طريق في عندنا استديان معين نعمله، ان نشوف اكثر الفنانين اللي لهم جماهيريه. ان نكون موجودين هالحفلات هالتمرات، ولا شك انت اليوم طبعا السمرات تكون في عدد محدود، يعني اكيد يعني في اسماء كثيره. نعم. يمكن ما راح تكون تشارك لان يمكن اربع خمس سمرات راح تكون بكثير يعني. نعم. جميل. طيب استاذ سالم، دائما الجمهور متطلب يعني. نعم. نحتاج أكيد. ومن حقه. احنا معتمدين عليك استاذ سالم، يعني لما يقولون انه روتانا هي المنظمه فهنا تلقى اكيد الاقبال مره كبير، وتلقى اكيد عارفين وواثقين انه قدامنا بنشوف شيء كبير وشيء من جد ما حنتخيله، علشان كذا كثير انبسطنا انه حيكون في حفلات ثمامه، وان شاء الله باذن الله يكون في اتساع لعدد كبير من الجماهير، اكيد حنا متطلبين زي ما قلت لك، لكن خليني انتقل معاك بما انه انت قلت بصدد تحضير الجدول والاشياء هذه، فحنا حنتركها حناخذها ان شاء الله اول باول منك. خليني اتكلم شوي عن هلا فبراير. نعم. ايش مجهزين طبعا روتانا مفاجات للجمهور؟ احنا الله يسلمك فبراير الكويت انطلق من يوم 6 فبراير. نعم. لعدد 6 حفلات في 3 اسابيع. خلصنا اول اسبوعين حوالي 4 حفلات، باقي لنا الاسبوع الاخير ان شاء الله هذا حيكون في حفلتين متبقيه، حفل الاول يوم 20 للفنان عبد الله رويشد والفنانة انغام. نعم. والحفل الثاني بيكون يوم 21 للفنان راشد الماجد والفنان نبيل شعيلي. يعني وكذا نكون ختمنا فبراير الكويت. أكيد طبعا أجواء حفلات فبراير الكويت دائما رائعة. نعم. ومتميزة. يمكن هذه السنة شفنا يعني مخالف للأعوام السابقة. صحيح. ظهور الفنان محمد عبده في أول حفلة، وكانت حفلة فنانة نوال جدا جدا رائعة، ولكن هل في مفاجآت يعني مجهزينها لجمهور روتانا؟ يعني إن شاء الله يكون في هناك، يعني متوقع يكون في فيديوهات بين الفنانين المشاركين. وان شاء الله تنال احسان الجمهور. أكيد. انا احب ارجع لموضوع الثمامه. انت عارف احنا في يعني لما بدينا الفتره اللي راحت عملنا 6 جلسات في الثمامه. نعم. ولاقت نجاح كبير يعني. نعم. اكيد. فهذا اللي خلت معالي المستشار يعني يحب انه يعيد هذه التجربه. مع تطوير في بعض الامور راح تكون ان شاء الله. يعني نفهم من كلامك، انا عشان كذا قلت لك استاذ سالم احنا جمهور متطلب. نعم. احس من حكيك انه حتكون ان شاء الله العدد حيكون اكبر، او عدد استيعاب الناس حيكون يعني اكبر. الجمهور الساحر. بس احنا راح نعطي الاولويه حق الفنانين اللي ما شاركوا. أوكي. في الموسم الاول اللي عملنا حفلات 6 تمرات في الثمامة. بالضبط. يعني راح تكون الاولويه حق اللي ما شاركوا ان شاء الله. ولا شك اكيد في فنانين يعني يمكن تذاكرهم اول نص ساعه كانت سولد اوت، عدد كبير من الجمهور ما حالف الحظ انه يحضر هذه السمرات.
فأكيد راح يكون في تكرار هالأسماء. أكيد طبعا، يعني إحنا شفنا سمرات شتاء الرياض كيف كانت رائعة جدا وأجواء جدا جميلة ومختلفة وفيها من تراثنا وثقافتنا، وأكيد راح تفاجئونا بحفلات الثمامة اللي راح تكون الآن في هذه الأجواء الجميلة اللي نعيشها في الرياض. يعني يمكن زي ما ذكرت هي حتكون 5 سمرات أو 6 حفلات زي ما بتقول، ولكن نتمنى أنها تكون مليئة بالمفاجآت ومليئة بالفنانين اللي ليهم جمهور كبير هنا في السعودية. هي فعلا مختلفة لأن هذه الفكرة أول مرة تطبق. جميل. في العالم العربي، ما بقول في الخليج بس، في العالم أول مرة تطبق بالشكل هذا اللي شفتوه أنتم في الجزء الأول. نعم. وأمانة عشان أعطي كل ذي حق حقه، الفكرة بالكامل هذه فكرة أبو ناصر الله يحفظه ويرده بالسلامة. آمين. بالكامل بالتفاصيل، يعني بصراحة يعني وجهنا على أفكار معينة وإحنا الحمد لله نجحنا بالتنفيذ يعني. أكيد جميل. طبعاً وأنتم قدها، ودائماً الأستاذ تركي آل الشيخ يقدم لنا كل ما هو مختلف وكل ما هو جميل ورائع ويستاهل جمهور الرياض والجمهور العربي أكيد طبعاً. أستاذ جميل. سالم الهندي، شكراً على هذه المداخلة وشكراً على هذه التفاصيل، شكراً لك. شكراً لكم وشكراً لاهتمامكم. شكراً لك. أهلاً وسهلاً، حياك الله. مشاهدينا إحنا حنطلع فاصل وحنرجع نكمل معكم باقي الفقرات لليوم.